ونحن نستعيد هذا الألق، هذا الجمال، هذا العز، هذا الفخر، ونقلب سفر التاريخ، سفر التاريخ الذي يعني بدأ قبل 3 قرون، ونحن نعيش هذا الجمال وهذا الإبداع وهذا الفخر لهذه المملكة العظيمة. لكن قبل أن أتحدث عن الفعاليات في يوم التأسيس هنا في نجران، خلينا أتحدث إلى ضيفي راشد محمد المنجم من مركز الملك عبد العزيز للتواصل الاجتماعي والاحتفالية الجميلة. راشد مساء الخير، يعني نقول لك يعني ألف مبروك هذا الجمال، هذا الاحتفال، وأنتم في هذا الركن، لماذا هذا الركن في هذه الاحتفالية؟ الله يحييكم يا قناة السعودية، ومرحبا وسهلا في نجران. اليوم يوم التأسيس، أولا أهني مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأيضا للشعب السعودي والوطن الكبير المعطاء هذا اليوم الذي نستذكر فيه ونعتز فيه للاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية، وأيضا نستذكر من قام بتأسيسها هو الإمام محمد بن سعود طيب الله ثراه، وأيضا يذكرنا هذا اليوم بالتنمية، باللحمة، بالوحدة. هذه الوحدة علمت الناس كثيرا من العلوم، وعلمت الناس الكثير من الثقافة والزر. نحن نملك أشياء غالية في هذا الوطن، وهو لحمتنا الوطنية من شرق المملكة إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها. المملكة كلها تحتفل بهذا اليوم الرائع والمميز الذي جمعنا جميعا تحت راية الواحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتحت قيادة واحدة، وأيضا العهد الآن عهد الملك سلمان، عهد العزم والعزم، وعهد التقنية، وعهد الاقتصاد، وعهد أسبق، وأيضا صاحب الرؤية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. أصبحت الرؤية هذه تسابق الضوء، أصبحت المملكة رقما صعبا يحتذى بها في كل أنحاء العالم. شكرا لك، الله يعطيك العافية. شكرا لك أخي علي. ونحن نحتفل بهذا اليوم، طبعا قرية التأسيس تفتح أبوابها 4 من مساء هذا اليوم إلى يعني بعد منتصف الليل. طبعا هناك أركان متعددة فيها، للألعاب الشعبية، للزوايا المختلفة، أيضا للألعاب النارية، أيضا هناك مسيرة للسيارات التراثية والدراجات الهوائية، أيضا ألعاب أخرى تشهدها بعض مناطق ومحافظات منطقة نجران. نجران ارتدت حلة خضراء بأكثر من 5000 علم انتشرت في طرقات المنطقة وميادينها. طبعا الزي الشعبي وكما تشاهدون هو حاضر في كل هذه المناسبات، سواء من قبل يعني الرجال أو حتى الأطفال أو النساء، كل له لبسه، وأنا ألبس المذيل وهو اللبس النجراني والذي يشبه إلى حد ما المرودن في نجد. أيضا الخنجر النجراني حاضر أن تنطق به حول وسط الرجال، يعني فخرا واعتزازا بهذا الوطن. ودائما وأبدا نقول يعني المملكة عز وفخر في فعل رجالها، ودائما فوق هام السحب يعني منذ الأزل إلى أن تقوم الساعة بإذن الله. هذا الوطن، هذا البلد فخر الأمجاد والتأسيس، يعني ونحن ننقله جيلا إلى جيل ليعلموا ماذا حصل في 3 قرون، وكيف وصلت هذه الأمجاد وهذا العطاء، هذا البذل، هذا السخاء من يعني الآباء والأجداد والمؤسس الإمام محمد بن سعود حتى اليوم عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. دمت يا بلدي شامخا وعزيزا دائما وأبدا، وأعود بالصوت والصورة إلى الزملاء في الاستوديو.